كتر الكلام جواه. العيب رباب الناس تقول الله الله، والمستحيل ملوش نهاية كل شيء، ومفيش حواجز يتقفل بيها الطريق. عمر الأمل ما بينغزل أحلى بداية للكلام هو السلام. السلام عليكم من كومو في إيطاليا، وبال القلب والمنظر الرائع اللي انتوا شايفينه ده، والبيوت الجميلة ديت، وبيت جورج كلوني ورانا اهو، حاجة رائعة يا جماعة. طبعا يعني في المارين اللي احنا ماشيين فيها ديت وجبال القلب، كنت متخيل ان جبال القلب دي في حتة بعيدة، واحنا بعيد بس في حتة مش في وسط عالم ولا ناس ولا الكلام ده كله، بس بجد لو تشوفوا المنظر والبيوت اللي في جبال القلب قد ايه رائعة وجميلة، والكلب اللي ماشي حياة كده سهلة في اللذيذ. نتكلم في موضوعنا سريعا، وهو مشاكل الإصابات والمشاكل اللي احنا بنمر بيها طول الوقت احنا مش واخدين بالنا. يعني يحصل لنا مشكلة في كتفنا، يحصل مشكلة في الركبة، يحصل مشكلة في الأنكل، في الأكيلس اللي هو الوتر، الأكيلس اللي هو الوتر اللي تحت اللي في الآخر ده، لو أنا ماشي بجزمة مش مظبوطة وقمت نازل في بلاعة، أم حصل كده في الأنكل كده جزع بسيط، الحاجات اللي احنا طول الوقت دي بنقع فيها واحنا مش واخدين بالنا وبنعديها، وبعد فترة كبيرة هي يعني تخف شوية أو تهدى شوية، ما نحسش بالألم، وبعد فترة مثلا بعديها بسنة نلاقي إن حصل نفس الألم، لو جه برد شوية نلاقي إن في ألم في نفس المكان. يقول لك هو تقريبا عشان في نفس اليوم ده حصل الجزع ده في الأنكل في رجلي، فالسنة اللي بعديها في نفس التايم في نفس الميعاد بيحصل لي نفس الموضوع. دي ملهاش علاقة ولا برد ولا أي حاجة، هي ليها علاقة بتايم أنت ما عالجتهاش كويس، ما رحتش لدكتور العظام عشان يشخص الحالة، وبعد كده دكتور العظام يديك العلاج المظبوط ليها، ولو محتاجة فيزيوثيرابي بيقول لك روح للفيزيوثيرابي اللي هو دكتور العلاج الطبيعي، اللي هو بعد كده يعمل لك تأهيل عليها على الإصابة عشان تخف خالص، وبعد كده عشان ما يبقاش فيه برضو حركة غلط لازم تروح لفيزيوثيرابي. ايه هو الفيتنس ثيرابي ده؟ الفيتنس ثيرابي هو المؤهل او المدرب اللي هيبدأ يقول لك تمشي ازاي على رجلك، او تحرك كوعك ازاي، او تحرك كتفك ازاي، او تحرك لو في مشكلة في اللور باك في الفقرات القطنية تعمل ايه عشان البداية تكون صح. انت ممكن بعد ما تخلص دكتور العظام وبعد كده تروح لدكتور علاج الطبيعي ويبدأوا يعالجوك، بعد كده انت تتحرك حركة تعمل برضو مشكلة ترجع الإصابة، فلازم تروح للفيتنس ثيرابي اللي هو المؤهل أو المدرب المختص عشان يقول لك نبدأ نعالج الموضوع إزاي. حاول بقدر الإمكان وانت بتتعامل في يومك ما تبقاش عشوائي، يعني ما تقومش من على السرير بسرعة وتنزل أو تقوم عدل على طول وتحمل على اللور باك اللي هي القطنية، تبقى نايم على ظهرك وفجأة تقوم قايم، لا نام على جنبك وبعدين اقعد وبعدين قوم. وانت بتوطي تجيب حاجه ما توطيش مره واحده تجيب حاجه وتطلع، لازم تنزل كده برجلك وبعدين ترفع الحاجه وتقوم. وانت بتجيب حاجه وانت في عربيتك مثلا او انت في اي حته وفي حاجه تقيله ورا، ما تمدش كوعك وتجيب الحاجه عشان كتفك ما يحصلوش خلع. حاول تتعامل مع نفسك وانت مخلي بالك شويه، لان لما بتحصل اصابه جامده غصب عنك ممكن تطول وتضايقك جدا. نروح نكمل كلامنا في الموضوع ده مع دكتور علاج طبيعي جامد جدا، نرجع لكم يلا بينا. عم علي بتاع العصير اللي جنب بيتنا ده لازم يظبط العصير للناس ويبدا يحط سكر على العصير الطبيعي عشان يظبط الاداء والناس تبقى مبسوطه ويحسوا ان العصير ده مسكر وحلو. الكلام ده صح ولا مش صح؟ لازم عم علي يعمل العصير ويعصر العصير زي ما هو ويديني الناس
حتى لو حد اي حابب يزود له شويه تلج يبقى التلج مش كتير عشان ما يتقلبش عصير لميه. الكلام في محله ولا حله يا حلو؟ نص نص. شو الاخبار؟ ايه رايك؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. سمعتي موضوع عم علي وهو بيعمل العصير لازم يخلي العصير مش العصير القصب، العصير التاني بقى اللي هو الموز والمانجا والحاجات دي، لازم بيزود له سنه سكر عشان يخلي العصير الناس تتبسط وهي تشرب عصير. ان شاء الله اول هو متوقع كده يعني. ان شاء الله ما يكون عم يحضرنا لانه هيزعل مني اليوم. خالص ده عم علي جميل. مش هيزعل؟ لا. طيب رح خبرك شيء. اليوم رح نحكي عن كل السوائل والعصائر اللي الواحد بيشربها خلال نهاره مع الأكل من الأولاد الصغار للكبار. رح نحكي في كتير مفاهيم غلط، يعني حتى نحن هلأ نحن وعم نحكي في كتير أشياء بالإنترودكشن قلناها أنت قلتها كيف الناس بتفكرها والحقيقة هي العكس. رح نبلش أول شيء بمشروب الطاقة. أنا مشروب عندي الطاقة كمان اللي هو بيدي اللي هو بيعطي أنرجي، الأنرجي درينك اللي أنا كتير عم شوف هلأ أولاد يعني شباب بين عمر المراهقة من 12 ل18 سنة وحتى أصغر بيشربوه هو أضر شيء ممكن للصحة. لأنه مشروب الطاقة أول شيء عدا أنه بيحتوي على كتير وحدات حرارية طبعا. بيحتوي على مواد ممكن تعمل دقات قلب سريعة، ممكن تعمل توتر، فيه كافيين بكمية كتير عالية، بيعمل أرق مزبوط بيفيقنا، وكتير ناس تاخده لما تكون عم تدرس بالليل أو عندها أوفر نايت. هما بيزكفوا الولاد بيقعدوا يشربوا ريد بول. صح، هيدا شيء كتير مضر، وأنا بنصح كل الناس اللي عندهم أولاد وحتى الناس الكبار إنهم ما ياخدوا كتير مشروب الطاقة لأنه مضر للصحة وأنا ضده. سو مشروب الطاقة تخنقنا معه ما بدنا إياه. أيوة. تاني شغلة بنجي على المشروبات الغازية. في مفهوم كتير غلط بالمشروبات الغازية، ناس بتقلك إنه إذا المشروبات الغازية ترانسبيرنت مش ملونة بتكون منيحة، وإذا المشروب هي بيقول لك اشرب الابيض ما تشربش الاسود. الاسود فيه كافيين اكثر، بس اذا نحن عم نحكي ان تيرمز اوف شوجر سكر نفس الكونتنت فيهم اثنيناتهم. حتى ببلدنا العربيه بنشوف لما الولد يتسمم او يصير معه اسهال او استفراغ او حاله من دغري بيقولوا لك اشرب مشروب، اعطيه مشروب غازي اللي هو الترانسبيرنت. هيدا اكثر شيء مضر ممكن تعمله. هم قصدهم ان المشروبات الغازيه دايما مش عارف هي بتريح المعده ولا بتملى يعني، بيكونوا مفكرين انه بيخليه يهضم بس هو مش مظبوط. هو هيدا من اكبر المعتقدات الخاطئه اللي بنعملها. بيملى المعده هواء وغاز وممكن يعمل له نفخه زياده ويسوق الحاله. سو مشروبات الغازيه نحن عم نحكي عن العاده بعد ما حكينا عن الدايت. مشروبات الغازيه الملونه سواء لونها أسود أو أورانج أو ترانسبيرنت هي زيتها بالمدار. نحن بننصح الأولاد بننصح الأهل أنه أبداً ما يعطوا أولادهم مشروبات غازية، وحتى الكبار اللي عم يعملوا دايت ممنوع يشربوا مشروبات غازية. مرضى السكر أبداً ممنوع يشربوا مشروبات غازية، لأنه بدي أقولك مثلاً إكزامبل كباية مثل هيدا فيها 8 معالق صغيرة سكر 8 teaspoons. يعني تخيل لما أنت تجي تاخذ كتير ليتر قوي كتير ليتر أو كان كامل قد إيه بتكون عم تاخذ سكر. سو هول أول اثنين. نيجي بقى لحبيبنا، هيدا مش هيدا حليب. ده حليب ده هيدا حليب ملك. الملك هو من المشروبات اللي كتير مفيدة للصحة، فيه كالسيوم فيه بروتينز كتير منيح، بيحتوي على معادن وفيتامينز كتير منيح. هيدا اللي بدنا نحكي فيه. اللي بده يستفيد من فوائد الحليب ياخدوا حليب خالي من الدسم أو قليل الدسم. حتى الأولاد صغار يعني نحن من سن 3 سنين نعطي حليب خالي من الدسم، لأنه الدسم اللي موجود بالحليب ومشتقاته منه شيء مفيد للصحة. هو ترانس فات يعني دهون ساتشوريتد فات يعني دهون مشبعة. وبالتالي ليه الناس بتقول أو الدكاترة اتناقشت أنا معاكي في الموضوع ده، دكاترة التغذية بتقول إن الحليب الفاتس الموجود في الحليب بتبقى الكالسيوم او البروتينز او موجوده في الفات دي. مش مظبوط، لانه الكالسيوم منه فات سوليوبل يعني منه بشيء بيدوب بالحليب. الحليب لما بتاخده كامل الدسم او قليل الدسم قصدي العناصر كلها مرتبطه ببعضها جوه الحليب. انت الفرق الوحيد بين اذا بتجيب علبه الحليب تقرا نيوتريشنال فاكتس بين الحليب العادي وحليب كامل الدسم او خالي الدسم، نفس الشيء الفرق الوحيد الكالوريز الوحدات الحرارية وكمية الدسم فيه. سو ما في مشكلة كده. في دكاترة كتير قوي تزعل مننا يزعلوا، بس لان في دكاترة بتقول لا الاطفال لازم ياخدوا الحليب كامل زي ما هو. حقلك شيء، ما عندنا مشكلة وزن عند الاولاد ياخدوه كامل الدسم ما في ضرر لهم. بس عم بحكي اذا الاولاد بلشوا يصيروا تشابي بلشوا يمتلوا لا ياخدوه خالي من الدسم او اتليست قليل الدسم. أوكي. يعني نص نص. كمان بدي اقول شغلة عن الحليب، في كتير دكاترة دايت وانا شوي يعني الى حد ما بلاقيها نظرية فيها منطق، بلاقوا انه حليبه مشتقاته هو شيء فيه كتير كالوريز. سو بيجربوا يبعدوا الانسان اللي عم يعمل دايت عن حليب ولبن ولبنه وجبنه وبيعطوه اشياء فيها كالسيوم مثل البيض او الحبوب او الخضار او الفواكه. سو هيدي النظريه كمان يعني مقبوله علميا. ننتقل على العصير. هيدا العصير بدكم تعطوني عليه 3 حلقات هلا. طيب ده
معلبات ولا ده خلينا طبيعي؟ لا خلينا نعتبره، ما بعرف اللي حط لنا اياه، خلينا نعتبره عادي او معلبات. اوكي لو كان عادي يعني ده اورنج او مانجا ولا ده مانجا؟ هيدا عصير. أوكي. لا ليمون. اورنج. اورنج أوكي. اوكي عصير الليمون الاورنج يعني الاورنج جوس اللي انتم بتقولوا له عصير البرتقال هو مفيد اوكي، فيه فيتامين سي، فيه كل المواد الغذائيه اللي موجوده بالليمونه، بس كاخصائيين تغذيه وكدكاتره صحيا بنفضل انه انت تاكل الاورنج مثل ما هي على انه تشرب العصير. ليش؟ اول شيء لانه العصير بيعلي لك السكر بسرعه، يعني بتجاوب مع الانسولين بسرعه، بينما الليمونه لانه فيها فايبرز بياخذ وقت، يعني الجلايسيميك اندكس تبعها بياخذ وقت. ثاني شيء العصير بيحتوي على وحدات حراريه كثير عاليه، فيه سكر، السكر الفركتوز لو هو سكر طبيعي وصرنا قايلينها كذا مره ستيل هو سكر، يعني مريض السكري بوجه له حديث بشكل بس خاص. احنا نفس النسبه بتاعت اللي في البرتقال بس هي العصير. كبايه العصير خليني افرجيك شغله، يعني نحن لما بدنا نجي نعمل عصير كبايه كامله يوجوالي نعطي كبايه قد هيدي. أوكي؟ اوكي نحن بنعطي كبايه قد هيدي، يعني ولا مره نحن هول اخذناهم الكبايات لانه شكلهم حلو. بس نحن عاده كبايه العصير بتجي بهي الكبايه، هيدي الكبايه لنحط فيها عصير تقريبا بتاخذ 4 أو 5 ليمونات. انت لما بتجي تاخذ سناك بعد الظهر ليمونه واحده ما في مشكلة، عم تاخد ألياف وعم تاخد الفيتامينز، بس لما بتشرب الكباية كاملة انت عم تاخد 4 لـ5 ليمونات، يعني اولا عم تطلع من 200 لـ300 وحدة حرارية، ثانيا الولاد صغار عم تعبيلهم بطنهم فوليوم مي، فما عم بياكلوا الاكل اللي هو كمان مفيد للصحه. اوكي الليمونه مفيده للصحه بس هيدا ما بقى عم ياكل عشاء او ما بقى عم ياكل ترويقته او ما بقى عم ياكل غدا، يعني شوف الاولاد صغار على طول حاطين كبايه وحاطين بقلبها شاليمون وعم يشربوا عصير كل النهار، والاهل بيفكروا انه هيدا الشيء صحي لانك عصرتها خسرت من الالياف، صار الجسم بيمتص السكر من كبايه العصير اسرع 200 مره من لما يمتصه من الليمونه مثل ما هي. يعني احنا البرتقانايه الكامله كلها على بعضها أحسن بكثير من اللي من عصرها من مناصرها. أوكي متفقين؟ هلا الفرق إنه العصير المعلب بيكون بيحتوي على فيتامينز أقل وفي له سكر مضاف، يعني ممكن يكون فيه سكر مضاف حسب الشركات، بتختلف من شركة لتانية. أوكي متفقين على قصة العصير؟ تمام. سو أنا بس بدي أعطي نصيحة سريعة للناس اللي ولادهم الصغار بيحبوا يشربوا عصير كثير وبتقلك أنا ابني ما بيقبل، تبلش له تضحك عليه وتحط نص كباية عصير ونص مي، بتكون عم تخفف له من السكر من الوحدات الحرارية وما حيحس بالطعمة. وأكيد يبقى هنا بقى يبقى بلاش ده ونحط التلج اللي هو ممكن تلج نحط نسبة التلج كبيرة شوية فتبدأ صح. يبدأ المية ما تسيبه شوية بقيت ما يبدأ يدوب 100% شوية 100% وأكيد ما منزيد سكر على العصير. أوكي ننتقل على حبيب قلبي اللي هو الكرامبري جوس. أنا هيدا بحبه كتير لانه عصير الكرامبري اول شيء فيه كثير انتي اوكسيدنت مضادات للاكسده اللي هو بحارب امراض السرطان وكثير منيح لمرضى السكري لمرضى الكوليسترول لمرضى القلب كثير مفيد. في بالسوق كثير انواع كرامبري جوس لايت تحتوي بس على 5 وحدات حراريه 5 كالوريز بالكبايه. ليه بحبه للكرامبري جوس؟ لانه دراسات اثبتت انه انت اذا تاخذ الكرامبري هو التوت البري. البري صح توت البري عصير وعلى فكره موجود عندنا بالاسواق العربيه مليان ممكن يعني بس مليان. في مصر تقريبا مش موجود كثير. انا بقول لك اذا بتفتش عليه موجود فعلا؟ يعني انا فتشت عليه ولقيته موجود فتشوا عليه. والعصير الكرامبري عمل دراسه بتقول انه انت لما بتنام بعد الظهر يعني لما بتاخذ الافترنون ناب تبعيتك وبتفيق عادة بيكون السكر قاشط معك فجسمك بيطلب حلو كتير. لما جسمك يطلب حلو كتير إذا بتفيق بتشرب كباية كرامبري وفي الرياضة برضو في الرياضة الناس 10 minutes الرياضة برضو الناس ما بتبقى انتي ماسكة اللي عم تشرب لأنه بحبه كتير. الآيس تي مشروب المفضل آيس تي يا جماعة ده بقى مشروب الأغنياء. لا والله آيس تي كل الأولاد بيشربوه الصغار آيس تي على فكرة حقه غيروا كل حاجة حتى الشاي اللي هو لازم يتعمل كده سخن وبالنعناع بس شم ريحته طيبه ريحته طيبه شم ريحته شاي اي شاي شاي بس هو ساقع شويه الايس تي هو تي شاي منقوع بس بردوه وزادوا له طعمات. اوكي فين 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 كوبايه شاي النعناع السخنه ساعه العصاري اللي انتوا غيرتوها خليتوها 5 كيلو كتير انا بي انا بي صاحب الشركه يا نور بتقول لي انتوا غيرتوها الايس تي الايس تي بس بدي اقول شغله كثير مهمه اذا معمول بالطريقه الطبيعيه يعني بالبيت ام جابت شاي وبردته وزادت عليه ترانش حامض نفس الشاي بس الايس تي اللي عم نشتري بالتنك تحط عليه ليمون في ناس بحطوا حامض في ناس بحطوا اورنج أوكي. في ناس بحطوا ستروبري عشان هو بيجيب طعمات يعمل بس الفليفر يعني صح منهم بحطوا مشمش بيتش كمان بيطلع كتير طيب الايس تي اللي عم نلاقيه بالسوق
اللي عم لاقيه بالسوق مضاف له سكر، سو بدنا ننتبه له لانه كثير فيه سكر مضاف. في دايت ايس تي هو بيجي جاهز يا جماعه في المعلبات اللي بيجي بالتانكه ايه بالكانز كتير اوكي، يعني ما ننصحش بيه لا انا بفضل ياخذوا دايت اذا بدهم ياخذوا اذا كثير بحبوا طعمه ما بيأثر. عصير التفاح مش نفكر لانه عصير تفاح مثل ما حكينا عن عصير الليمون نفس القصه، ده مصيبه هيدا مليان بالسكر خصوصا المعلب. اه يعني انا عايز اعرف هو ليه، يعني سؤال مهم كده، ليه العصير اللي موجود في شكله هيك؟ اه شكله لانه بصفوه لدرجه ببطل فيه ولا نقطه فايبر. طبعا انت العصير التفاح اللي بتعصره ببيتك على العصاره منه مضر كده. ليه؟ لانه مليان فايبرز، هيدا مصفينه من الفايبرز وقبل ما يخلص وقتنا لانه حسيتهم الالياف. الالياف يا جماعه مهمه جدا لو سمحتوا، الالياف مهمه جدا للصحه. اه يعني الفاكهه هي اهم حاجه فيها قبل السكر هو الالياف الفايبرز صح. اخر وحده بدنا نحكي عنها اللبن اللي هو اليوغرت، لبن الرايب. بدنا ننتبه بس كرمال مرضى الضغط كمان، بس بدي اقول شغله على السريع كمان فينا ناخده خالي من الدسم، صار في منه بالسوق خالي من الدسم. بدنا ننتبه بس لمرضى الضغط لانه هيدا اللبن اللي بيجي بانانه بنضاف له كميات ملح عاليه جدا. هيدا اللبن اللبن العيران نحن بنسميه. بس بدي اقول لكم شغله، في براند زادت له بروبايوتيك اللي هي الماده البكتيريا الجيده للمعده، سو انينه بتكون تحتوي على فوائد وعلى كالسيوم وعلى بروبايوتيك. هل بروبايوتكس بتروح النفخه للناس اللي بيصير عندها نفخه؟ سريعا قول ايه رايك في اللبن السايب، اللبن اللي جاي من الـ من الـ من يعني البقره دايركت؟ البقره دايركت. عشان في حاجه افتقدناها يا جماعه بجد، يعني زمان زمان انا يمكن ما شفتش كان لسه الكلام ده، بس اللي هو الازازه اللي كانوا زمان بيلفوا على البيوت، ازازه ازاز مقفوله والازازه دي كانت بترجع زي ازازه المياه الغازيه اللي كانت زمان بترجع تتبدل. اشربها رده. اه يعني اه اشربها وايه؟ احنا بلبنان بنقولها اشربها رده، يعني اشربها رده. اشربها ورجعها تاني بدلها، وبعدين كان تتعقم ويملاها ويرجعها ويجيبها تاني. والزبادي كان برضو بيجي في حاجه فخار كده برضو كانت بتترد صح، ويرجعوها تاني يغسلوها على القمر، والناس ما كانش بيحصل لها اي حاجه ولا امراض ولا اي حاجه، بالعكس كانت بالنسبه لهم حاجه. بس انا اقول لك شيء، هلا بهيدا الزمن الاميونيتي مناعتنا كثير قلت. لا التكنولوجي والسرعه في الصناعه عشان مش بس السرعه وعشان هيدا اللي كان عم بيجي انينه الحليب مسكره وعم بيجيبوها دغري من البقره. الناس كانوا قد كده، هيدا الانسان كان ما عنده بوليوشن، ما عنده روايح، ما عنده دخان، ما عنده معامل مصانع حواليه، كانت صحته احسن، ما كان عنده ستريس، ما كان بيعطي السياره للفالي باركينج، كان بيطلع على الدرج، كان بيستعمل ما بيستعمل الاسانسير، ما كانش عنده حروب، ما كانش عنده مشاكل، ما كانش عنده فتنه، ما كانش عنده اي حاجه زمان. ما فينا نقارن حالنا فيه. نفس ما بيسالوني طب ما نحن جدودنا كانوا ياكلوا لحم القوارمه، عارفه اللي هي اللحمه كلها دهنه وبيقلوها، وكانوا ياكلوا دهون ولحم الغنم. بقول لهم يا عم اوكي، بس جدك ما كان عنده سياره. أنا عايز أقول لك بقى، جدي والله العظيم كان بيعمل حاجه غريبه جدا، كان عنده مزاج يطلع العيش سخن ومجايب حته قالب الزبده المدور ده، واخد منه حته كده كبيره وعاملها كده وهو سخن يسيح وياكلها. وبعدين ايه يعمل ايه بقى؟ يعمل حاجه غريبه قوي، كنت بشوف انه مسح ايده كده بالسله دي، بيعمل حاجه غريبه كده وبتاع وتوفى 99 سنه. بصدق لانه قد ايه كان يمشي بالنهار؟ لا طبعا كان يدخن طبعاً. كان طبعاً. عايش بهالتوتر كله، عايش في زرع، عايش في لهيك. ما فينا نقارن حالنا فيهم بالضبط. اوكي ما تيجي نروح فاصل، يلا فاصل نرجع نكمل كلامنا من فضلكم. استنى ورجعنا لاهم فقره وهي فقره الاكسرسايز. النهارده يا جماعه عندنا تمارين مهمه جدا، وهي تمارين عضلات البطن الابس اللي هي شغله كل الناس. دايما كان كل الناس مهتميه جدا باللي يبقى عندهم 6 باكس، يعني طول الوقت انا عايز يبقى عندي 6 باكس. النهارده هنشوف مع احمد عبد الحميد تمارين بطن. هنبدا مع الناس البيجنر، هنعلم الناس ازاي تعمل تمارين بطن محترمه، هنعلم الناس الطريقه ازاي، يعني البوزيشن والموشن، وضع جسمك يبقى عامل ازاي على الارض، وهنعمل الحركه السليمه تبقى عامله ازاي من غير اي مشاكل ولا اصابات. هنبدا بالراحه وانتوا قاعدين في البيت، نبدا نعمل كل التمارين ان شاء الله هنوصل لمستوى يرضيكم. تيجوا نشوف تمرين، يلا بينا. وجينا مع احمد وتمارين الابس، تمرين البطن يا جماعه اللي شغله العالم، شغله الناس كلها، كل الناس مهتمية وعايزين
6 باكس. هناخد النهارده 4 تمارين، واول تمرينه هتبقى الكرانش اللي هي العاديه خالص اللي احمد دلوقتي شغال عليها. والكرانش هي تمرينه لازم نتعلمها صح. زمان لو انتوا فاكرين لما كنا نيجي نلعب الابس كنا لازم نطلع طلعه كامله ونحمل على الفقرات ونبقى تعبانين. لا، احنا هنقسم البطن ابر وميدل ولور. الابر اللي هو احمد بيعملها اللي هو الجزء العلوي دلوقتي احمد بيعمله اللي هو الكرانش. والكرانش لازم جسمي كله واللور باك يعني ظهري بالفقرات القطنيه تبقى كلها على الارض سوا واحد، وابدا اطلع بالابر بس، الابر يعني الجزء العلوي من الجسم بس زي ما احمد بيعمل كده. التمرينه دي هنخليها مثلا 5 عدات اللي هم لسه الناس بادئه، الناس ما بتعرفش تلعب بطن خالص او عمرها ما لعبوا بطن. هنبدا نعمل 4 مجموعات، كل مجموعه 5 عدات، وفي بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه راحه. وبعدين لما ابدا يبقى في مرحله متقدمه من التمرين اعلى بقى، اوصل ل 15 20 30 50 100 عده بطن. طبعا ده حاجه تبقى جميله جدا مش هيبقى فيها مشكله. عضلات البطن هي عضلات بيضاء مش عضلات حمراء، فتقدروا تلعبوها كل يوم، يعني ما فيهاش مشكله لو عملتوا عدد عالي او لعبتوها كل يوم. ده الشكل الاولاني من البطن. هناخد الشكل الثاني وهو الاوبليكس. الاوبليكس اللي هي العضلات اللي في الجنب. فبنبدا نشتغل بالشكل اللي احمد شغال بيه ده. انا بطلع بالابر بادي يعني بالجزء العلوي من الجسم وبعمل لفه كده، بعمل لفه بسيطه، بحاول اوصل الالبو الكوع لغايه الركبه. التمرين ده هيبقى 4 مجموعات، كل مجموعه برضو هنبدا بيها 5 عدات، وبين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه راحه. ولما ان شاء الله يبقى في مرحله متقدمه من التمرين هعلى بقى وازيد وازيد واعمل العدد اللي انا عايزه. ناخد الشكل هناخد الشكل الثالث وهو الليج ريز. الليج ريز اللي هو ببدا احرك الجزء السفلي. انا اشتغلت على الجزء العلوي، هبدا احرك الجزء السفلي. عندي شكلين، عندي الشكل ده اللي انا بسحب بس ركبتي لفوق وابدا ازق الهواء لقدام من غير ما رجلي تلمس الارض. ده الشكل الاولاني، وده ممكن نعمله 4 مجموعات، هنبدا ب5 برضو، من كل مجموعه في 30 ثانيه راحه، وانا ببدا ب5 عدات عشان ما اتعبش في الاول وازهق منها واقول مش هعملها تاني، او العضلات بتاعت البطن تتنشن مني وتبقى وجعاني طول اليوم وتزهقني بقى مش هلعب وهبقى عندي هسس كده. لا، خلينا 5 عدات، وبعد كده هنبدا نطور التمرينه بقى زي ما قلنا نوصل لمليون عد. طيب ناخد الشكل الرابع اللي هي بقى الايه الرفرفه كده بتاعت، معلش هنعمل ليج ريز بس بشكل تاني. ده الشكل التاني. لا، خلينا الاثنين مع بعض اللي هي المعتاد الناس بتشوفها. بس معلش يا احمد اطلع فوق سنه، انزل بس لغايه هنا. انا زمان طبعا لما كنا نلعب التمرين ده او كل الناس كانت لازم تنزل للاخر ويطلعوا للاخر، فده طبعا كان لود رهيب، ضغط رهيب على اللور باك اللي هي الفقرات القطنيه. هنا الموضوع اختلف شويه، بنقلب الحوض لفوق زي ما انتم شايفين وانزل نازله مش لتحت، نص، ما بوصلش رجلي لتحت زي ما انتم شايفين. بطلع بقلب نفسي لورا، بحاول اخلي الحوض يعلى من الارض لفوق وانا نازل. انزل سنه ثانيه يا احمد بس لغايه هنا. وده برده 4 مجموعات، كل مجموعه هتبقى هنبدا ب5 زي ما قلنا، وبعد كده نطور المجموعه، بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه راحه. دي التمرينه الخمسه وهي البلانك، ودي تمرينه مهمه جدا لان بتشغل كل عضلات الابس البطن من فوق لغايه تحت، وكمان بتشغل عضلات اللور باك القطنيه، بتشغل عضلات الجلوتس اللي هي الجزء العلوي من الجزء السفلي. طيب الحركه اللي احمد عملها دي للبنات اللي لسه بادئين عشان يعملوها وصعب عليهم، هنبدا بيها يعني كتجربه اللي هم يبداوا يعملوا التمرين ما يبقوش تعبانين، وبعد كده يعملوا التمرينه الاصليه بتاعتها. دي هتبقى 4 مجموعات، كل مجموعه 5 عدات، هنخليها دي 10 عشان تبقى اسهل شويه. 4 مجموعات في 10، بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه راحه. هنا بقى الفرق البسيط، كل ما طلع كوعي لقدام شويه كل ما الحمل على الماسلز على العضلات هيزيد، هيبقى في نتيجة أحسن وفي قوامة أكتر بكتير. ده التمرين. تيجي ناخد تمرينة تانية للأوبليكس بالجنب كده. ممكن دي تمرينة بقى بس دي كنا عايزين نعملها في المرحلة المتقدمة شوية، هنوريها لكم. بس اللي يقدر يعملها في بداية التمرين وعنده القدرة ده
يعملها، لان التمرين ده رائع بيشتغل على الكور كلها، منطقه الكور. الناس اللي عندهم مشكله في الجناب العوامه ديت، التمرين ده مهم جدا وهينجز وهيضيع الموضوع ده بسرعه. تمام، اربع مجموعات، كل مجموعه 10 عداد، بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه راحه. احمد شكرا جزيلا. شفنا تمرين مع احمد، تمرين بسيطه جدا تقدروا في البيت تعملوها قدام التلفزيون من غير بقى ايه دوشه بقى انا لازم اروح الجيم ولازم يبقى معايا مدرب ولازم الكلام ده كله، فيش تقدروا تعملوا التمارين بمنتهى البساطه. استنونا ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه، يا رب نكون قدرنا النهارده نوصل لكم معلومه، يا رب نكون قدرنا نفسكم ونسعدكم. الحلقه الجايه فيها كلام جامد جدا. السلام عليكم.